نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 11 لهذا الموسم، والذي اشتمل على 7 أشواط، وأقيم على كؤوس مصرف السلام البحرين وكؤوس نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بحضور عدد من أصحاب السمو وممثلي مصرف السلام الجهة الراعية للسباق، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بلصخير. وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس النادي للشوط الثاني إلى المضمر الفائز جيمس نيلور، كما قدم كأس النادي للشوط الخامس إلى المضمر الفائز فوزي ناس. فيما قام السيد علي حبيب قاسم رئيس الخدمات المصرفية الخاصة بمصرف السلام البحرين بتقديم كؤوس مصرف السلام، حيث قدم كأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز فوزي ناس، وكأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز عادل عبد الله، وكأس الشوط السادس إلى عبد الرسول حسنين، وكأس الشوط السابع إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة.